نصلى على النبي بقى ونبدا بسم الله فيلمنا بيبدا سنه 1936 في الوقت ده بريطانيا عملت امبراطوريه وكانت عايزه تتوسع في كل انحاء العالم وبعتوا شاب وبيكون اسمه جون وده عشان يغير قوانين البلد وبيقابل القائد بتاعه وحاكم المنطقه وبيكون اسمه هنري وبما انه يعني حاكم المنطقه كان راكب عربيه احدث موديل المهم بيساله ايه اللي جابك هنا جون قال له ان ابوه كان حاكم برضه وكان رسم خطه تعليم للناس عشان يتعلموا اللغات ووقتها الحاكم العام وافق على الخطه هنري قال له حلو وبعدين جون قال له مات في الحرب وانا جاي انفذ خطته وبياخده ويلففه في المنطقه شويه وبيتعرف على الناس اللي موجوده وبيرحب بيه زعيم القبيله دي وده بيكون ابنه وبيكون الوحيد اللي فاهم لغته في القبيله ودي كمان بتكون فاهمه برضه وبيكون اسمها سليمه سليمه وسليمه ما كانتش النية عندها سليمه وعينيها ما نزلتش من عليه والمعلم بيشرب كتير وبيسقط والصبح بيقول لهنري انه جاي ينشر التعليم مش جاي عشان يتسلى ويضيع وقته وبتيجي سليمة وهنري بيقول له إن القبيلة بتاعتها اديتها له هدية يا عم أحلى هدية وإنها هتعيش معاه وهتعمل اللي أي زوجة بتعمله حلو جون قال له هتخيط يعني وهتطبخ فالراجل اللي جنبه بيضحك وهنري بيقول له ما تفضحناش بقى سليمة هتعيش معاك وهتعمل لك واجبات الزوجية افهم بقى والواد برضه ما كانش فاهم انت غبي يا ابني فردت عليه سليمة وجابتها له من الآخر قالت له انت ما لعبتش عروسة وعريس قبل كده جون تنح وهنري بيقول له ان دي احسن طريقة عشان يتعلم بيها لغته اللي هي طريقه أربعة 4, -4 -2. اكيد انتوا عارفينها وبيعرفوا انه اتعلم اللغه بتاعتهم بنفس الطريقه وبيقول ان سليمه هي اللي اختارته بارادتها ورفضت شباب كتير قبله بس جون بيتضايق وبيرفض تكون معاه من زهق وقال له خلاص براحتك شوف طريقه تانية تتعلم بيها اللغه بتاعتهم فبيقول جون خلاص هتعيش معايا بس إخوان وسليمه بتوافق وبتروح معاه والبنايه كانت عايزه تفتح معاه اي كلام بس جون بيتهرب منها وكل واحد فيهم بينام لوحده والصبح سليمه بتتخانق معاه وقالت له انها مش خدامه عنده فبيزعق فيها وبيقول لها انت مطروده اتعصبت سليمه عليه وقالت له انها ما كانتش شغاله عنده عشان يطردها وسابته ومشي شويه وبيطلع يقف قدام البيت اللي قاعد فيه وبيشوفها قاعده ولما سالها ما رجعتش ليه لقبيلتها قال له الخادم انها لو رجعت القبيله هيتضحك عليها وانهم هيسخروا منها عشان هي اللي اختارتها وكمان هيقولوا انك ما تقرب لها عشان هي وحشه ومش عاجباه الواد قال له قطع لسان اللي يقول عليها وحشه كل الحكايه ان في بلدي ما ينفعش اعيش مع واحده غير لما اكون مراتي وسليمه بتدي له فرصه تانية وبدات تعلمه اللغه بتاعتها والصراحه هو كمان كان ماسك نفسه ومسيطر على شطام بس هو كان معجب بيها جدا والصبح بيقابل ابن زعيم القبيله وبيقول له ان التعليم ملوش لازمه وانهم هنا عايشين كويس من غير ما يتعلموا اللغه الانجليزيه ما انا عندك اهو عملت ايه باللغه جون كان بيثبت له انه مش جاي يعلمهم اللغه وبس وان في حاجات تانية عايزهم يعرفوها وقال له يتحدى تحت الميه ولما عملوا التحدي بيكسب جون ولما سألوا ازاي قدرت تقعد كل ده تحت المية وراله اسطوانة الاكسجين وسليمة كانت فرحانة بيه جدا وقال له هو ده التطور اللي عايزكم تعرفوه وبالليل بيشوفها بتقرا كتاب وقالت له ان هو اللي جابه لها وبتعرفوا ان ابوها من الانجليز وسابها وهي عندها اربع سنين وقعدت تعلمه شوية كلام باللغة بتاعته وزي ما قلتلك لك من الاول سليمة ما كانتش هتفضل قاعدة كتير سليمة ووقعته في شر اعمال والمعلم بقى لما صدق ونفذ خطة أربعة ونسي قواعد بلد المهم تاني يوم بتوصل سيسيليا بنت هنري الحاكم ودي كانت بتدرس في انجلترا وكانت برضه معجبه بجون هو مفيش غير جون يا جدعان ولما بتشوف سليمه بتعجبها وبتطلب انها تصورها بس سليمه بتتضايق وبتقول لجون يبعدها عنها وفي الوقت ده هنري نادى عليه واضطر يمشي من غير ما يقول لها ما تصورهاش فسليمه بتتضايق منه وبيجي ناس من قبيله تانيه في قارب وكانت حالتهم في خطر وبيعرفوا ان القبيله دي بيموت منها ناس كتير، وجون بياخد سليمه وابن زعيم القبيله وبيروحوا للقبيله التانيه، عشان يعرفوا سبب موت الناس، ولما وصلوا بيلاقوا ناس كتير ميته، وافتكر انه مرض منتشر، لكن بيتهاجم من واحد كان عايز يموته ببندقيه، وابن الزعيم انقذه، ولما مشي وراه شاف انجليز تانيين بيحفروا عشان يطلعوا فضه صافيه، وبيعرف انهم حطوا للقبيله دي سم في الرز بتاعهم، عشان يقتلوهم بالبطيء ويخلصوا منهم، ومحدش يعرف ان الانجليز هم اللي اخدوا الفضه. وأمر القبيلة يقتلوا الإنجليز بأسهم فيها نفس السم اللي حطه لهم في الرز وفعلا بيخلصوا عليهم كلهم وجون بيقول لسليمة إنه بيحبها وعايز يعيش معاها على طول ويتجوزها سليمة بتفرح وبتحضنه وسألته هنهرب على فين جون قال لها ليه نهرب أنا هطلبك من القبيلة بتاعتي فبتعرفوا إن محدش هيوافق بجوازه بس جون قال لها تثق فيه وعرفها إنه هيتكلم مع القائد بتاعه هنري وهم راجعين أهل القبيلة بيلبسوهم في إيديهم تقريبا حظاظة دي ولا إيه وده عشان أنقذوهم من الإنجليز يعني عربون محبه، ولما رجع بيقول للقائد هنري انه عايز يتجوز سليمه، لكن بيرفض القائد، فقال له جون ازاي تسمحوا انها تعيش معايا وكأننا متجوزين وما تسمعوش اننا نتجوز، فقال له القائد انه كان زيه بالظبط، وبرضه حب البنت اللي اداها لكن منصبه حكم عليه انه يسيبها ويتجوز من الانجليز، وبيقول له ان هو كمان لازم يعمل كده، الناحيه الثانيه القبيله دي برضه كانت رافضه جواز سليمه من جون. وابن الزعيم بيقول لها ان الانجليز اصدروا قرار لو دي هيتهموه بقتل الانجليزي اللي كانوا بيعفروا في القبيله الثانيه، وجون كان لسه بيتخانق مع هنري فبتقول له مراته ينسى سليمه دي خالص وانهم هيرجعوه البلد ولو رفض هيسجنوه، وطبعا جون ما بيعجبوش الكلام وجرى على سليمه عشان يشوفها بس بيعرف ان القبيله بتاعتها حبستها وبيجري عليها وكان عايز يفتح لها لكن الكل بيرفض، وبيقول له هنري يقول انه هيتخلى عنها والا هتفضل محبوسه وهو كمان هيتحبس، وجون بيقول بس كان غصب عنه وبيرجع بلد وبعد سنه بيتجوز سيسيليا بنت هنري وده طبعا عشان الحاج هنري يرتاح وجون بيقرر ينسى سليمه خالص ولما بيدخل لسيسيليا بتقول انا عارفه بحكايتك مع سليمه وسالته ايه اللي حصل لها بعد ما هو مشي قال لها ان ابوها الحاج هنري بعت له رساله وعرفه انها اتجوزت ابن الزعيم بتاع القبيله وهي بتعرف انه تقدم لها بعد ما عرف انها اتجوزت وبعد فتره بعت رساله لهنري وقال له ان هو وسيسيليا قرروا يرجعوا القبيله وده عشان يخلص التعليم اللي بداوا هناك وفي نهاية الجواب قال له إن كل اللي فات مات وإنه دلوقتي بيحب بنته وعايز يسعدها بأي طريقة وفعلا بيسافر وهناك بتلاحظ إن جون بيدور على سليمة القلب بيحن برضه ولما رجعت البيت كانت بتعمل حركات غريبة ومش بتاعتها وعضته ولما سألها بتعملي كده ليه؟ قالت له يمكن سليمة كانت بتعمل كده ويمكن ده اللي مخليك مش قادر تنساها وتحبني لكن جون قال لها إنه نسيها وعرف انها خلفت ومبسوطه في حياتها وان هو كمان عايز يعيش مبسوط معاها. تاني يوم بيشوف سليمه مع ابنها وجوزها، بس الفار لعب في عبه وبدا يشك ان الواد يبقى ابنه، ولما سال الطباخ بتاعه قال له ايوه، الواد يبقى ابنك فعلا وهي مش عايزه تشوفك تاني، فطلب منه جون يقول لها اي حوار ويخليها تقابله من غير ما يعرفها ان هو جوني اللي عايزها، وفعلا بيعمل كده، وسليمه ما كانتش عايزه تشوف بس جوني ترجاها، وطلب منها يشوف ابنه، ولما بيشوفه بتقول له ان هو دلوقتي مش ابنه. وان لو حد شافهم هيقتلوه والصبح حماته بتقول له مش ناوي تفرحنا كده وتخلي سيسيليا تجيب لنا سيسيليا صغيره قال لها لا مش وقته الكلام ده يا حاجه فبتقول له وهي متضايقه انا سبت بنتي في لندن تعيش وتكبر لوحدها عارف ليه عشان ما اديش فرصه لهنري يرجع لحبيبته ودلوقتي مش هسمح ان ده يحصل مع بنتي وسابته ومشي وبدا جوني يقابل سليمه في السر بس بيشوفهم واحد شغال مع حماته وكمان راح وقال لجوز سليمه وبالليل بيتسحب وكان عايز يقتله بس بتلحقه سليمة لما ندهت عليه والصبح بقى هنري بيزعق فيه وبيقول له بسبب غبائك وخيانتك لمراتك هتخلينا نعدم واحد من أفضل الرجالة هنا جون قال له أنا ما كنتش بشوفها هي أنا كنت بشوف ابني اللي خبتوه عني ولا أنت كنت عايزنا اتظاهر إني معرفوش هنري قال له أيوة ما أنا كمان اتظاهرت إني معرفش بنتي وده عشان منصبي اللي أنا فيه والمفاجأة بقى إن بيعرفوا إن سليمة تبقى بنته وإن مفيش أي حد يعرف غير أمها المرحومة ولما اهل القبيله قلبوا على سليمه وده عشان خاطر خاينه وتسببت في اعدام جوزها جري عليهم هنري وزعق فيهم قلب الاب برضه وبالليل بيروح جون وبيهرب جوز سليمه وبيقول لسليمه جه الوقت اللي نهرب فيه احنا كمان واتفق على الوقت اللي هيتقابلوا فيه ولما بيرجع بيته سيسيليا بتقول انها حامل وانها كانت قررت الانفصال عنه بس غيرت رايها لما عرفت انها حامل وطبعا اتصدم جون كده انت معلم خبتك بقت خبتين وطول اليوم ما كانش مركز مع حد وبعدها بتدخل عليه سيسيليا وبتقوله انها واخده بالها انه مش فرحان وانها كانت فاكره ان الحمل هيخليه ينسى سليمه ويحبها وقالت له انها غير امها وانه كمان يقدر يسيبها ويروح لسليمه وكمان بتودعه وبتقوله له يروح لها وهي مش هتعرف ابوها وامها دلوقتي في الوقت ده كانت سليمه مستنياه زي ما اتفقوا ولما اتاخر عليها ماشي وجل مشي وجون لما وصل افتكرها مشيت وسابته بس الطباخ قال له انها راحت للمنجم القديم والناحية التانية بقى هنري بيروح لسليمة قبل ما تمشي وبيديها المسدس فقالت له دي تاني هدية منك وطلعت له الكتاب وعرفته انها كانت عارفة انه ابوها فبيحضنها وبيعتزل لها وقال لها تمشي بسرعة قبل ما حد يشوف ولما بيرجع مراته حاولت تسخنه على جون لكن سيسيليا قالت لها انها مش عايزة جون يتأذى وبرضه مش عايزة اختها تتأذى والولية بتاخد الصدمة وما همدتش وبتطلع تقول للراجل ده يروح وراهم ويقتله في الوقت ده كان جون وصل للمنجم القديم وشاف سليمة بس بيتفاجئ بالراجل الرخم ده وكان عايز يقتله وربط كل واحد فيهم بعيد عن التاني وكمان كان عايز يعتدي على سليمه قدام جون بس بسرعه جون النخوه اشتغلت عنده وقدر يفك نفسه ويضربه بس التاني كان اقوى منه وقبل ما يقتله بيضربوه اهل القبيله بالسهم اللي فيه السم ودي تبقى القبيله اللي انقذها جون قبل كده رد الواجب واجب برضه وبيعيش جون مع سليمه وابنه وسط القبيله وبيتخلى عن منصبه وحياته عشانها وبيخلص الفيلم على كده ولو وصلت لنهايه الفيلم ما تنساش كلمة السر في الكومنتات أربعة أربعة اتنين واشوفكوا الفيلم الجاي